صارت تطلع بالتلفزيون، و250 مسلسل تطلع بالتلفزيون، محاضرة يجوز ما بيها رغبة، يجوز ما بيها ترغيب. هناك أكو تشويق وترغيب وزخرفة وكلام حلو وصور جميلة وHD وما أدري إيش، ما يعني ماكو مقارنة بين القضيتين أصلاً. عود يطلع خطيب يقرأ له ساعة مثلاً، مئات الساعات تصرف على المسلسلات. هيك تحسبها أنت، هيك تحسبها. ثم هذه غسل الأدمغة اللي جاي يصير بالمسلسلات، شنو القصة، شنو الفكر السياسي اللي بيها، شنو الفكر الاجتماعي اللي بيها، شنو هذه كلها لازم نحسب لها حساب، فضلا عن الانترنت وفضلا عن والا انت جنابك تنام بالتسعة، ابنك ينام بثلاثة الصبح، تدري؟ زين هذا من ثلاثة الصبح شلون جاي يبقى لثلاثة الصبح؟ شنو الشيء اللي جاي شوق بالموضوع بحيث يخليه ثلاثة الصبح؟ انا قبل مدة ذهبت أشرف على طلبتي بالجامعات، طلابي راحوا تطبيق وأنا رايح مشرف عليهم. فكل مدرسة دخلتها إعدادية أو ثانوية أو متوسطة سألت المدير هذا السؤال، شنو أكثر مشكلة تعاني منها؟ قال لي الإنترنت. تشالك تب الإنترنت؟ قال لا، إذا هو الطالب يجيني الصبح منعس، يعني باقي للأربعة مكنك، بعدين اجي الصبح بثمانية ما يستوعب المادة اصلا. اخوان شوية نحتاج الى قوانين في البيوت، قانون، انت اخ، انت زوج، انت اب، انت جد، خلي قانون بالبيت.